إنه الملك حسن الثاني طيب الله تراه طالبين منكم إحياءها كعادتكم من التاسع من ربيع الثاني بعد الله في جو رباني ملؤه القرآن الكريم والصلاة على خير بني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الدعاء لصاحب الذكرى جلالة المقول له الملك حسن الثاني طيب الله تراه لمغفرة الرضوان وجنة الفردوس ولأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره بالنصر والتمكين والعزة والسدة ولنعمة المرضى. اللهم احفظ امير المؤمنين مولانا محمد السادس من كل سوء ومتعه بالصحه والعافيه كما حفظت السبع المثاني والقران العظيم. انصره اللهم نصرا تعز به الاسلام والمسلمين وان تقيمه في الاخرين مقام الصفوه من عباد ائمه المسلمين في الاولين واقر عينه بسمو ولي عهده الامير الجليل مولاي الحسن وشقيقه الامير مولاي الرشيد. اللهم ارحم امير المؤمنين مولانا الحسن الثاني والملك الصالح محمد الخامس وادخلهما في رحمتك الواسعه التي رحمت بها عبادك الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى كافه وصحبه اجمعين ولا تخالف اللهم بنا عن نهجه وطريقه المستقيم. اللهم احينا على سنته واحشرنا في زمرته واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عرف او خاتم لما صرف ناصر الحق الحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وقصده واقداره العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.